النظام الأسدي يهدي تلاميذ بلدة حيان صاروخ دمر صفين من هذه المدرسة، ما أدى إلى تكسير الشبابيك والزجاج بشكل كامل. هذه هي هدية نظام الأسد لتلاميذ بلدة حيان، صاروخ يدمر صفين من المدرسة ويكسر كامل الزجاج. الجمعة 7/9/12 تدمير لكامل شبابيك المدرسة وصفين كاملين من هذه المدرسة بمناسبة اقتراب العام الدراسي. المدرسة من الداخل وآثار الدمار الواضحة داخل الصفوف. آثار الدمار الواضحة بمناسبة اقتراب العام الدراسي، هدية بشار الأسد لتلاميذ بلدة حيان. شكرا لبشار الأسد على هذا، على هذه الهدية وهذا الدمار في مدرسة حيان. الجمعة 7/9/2012. شكرا بشورة على هذه الهدية.